الفرق ان الرجل من اول دقيقه في التعارف الهدف عنده واضح. الرجل من اول دقيقه عارف ايش يسوي وعارف وين رايح في التعارف. طيب المراه لا الوضع مختلف. المراه الرؤيه عندها غير واضحه والهدف غير واضح. طيب اذا المراه شو نيتها من التعارف؟ العنوان العريض من التعارف نيتها تسليه او يعني فاضيه ما عندها وقت فبتسولف او تبي تتعرف تحب تكتشف او فضفضه شفتوا هذا الكلام اللي قاعد اقوله في جانب النساء في جانب الرجال هذا كله غير موجود. الرجل لا تسليه ولا فضفضه ولا ت... أبداً, ابدا ابدا، الرجل عنده هدف ما دخل يتعرف الا لهدف والهدف مرسوم في راسه ويبدي شوي شوي يختبر اللي قاعد يتعرف عليها هذه تحقق الهدف اللي براسه ولا ما تحقق؟ ولذلك تشوفونه يتعرف 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 انا بعض البنات يسالوني يقول والله شحلونا وعلاقتنا طيبة وحلوة وعبر عن حبه لي وصار لنا شا... بعدين فجأة قطع <applause> شلون قطع في هذا ايش علامة قطع إيه لأنه أنت ما تعرفين الهدف مختلف وهو كان يسحب 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 قاعد يتعرق قاعد يدخل فيك بعمق 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 بعمق, بعمق. لما اكتشف بعد شهر أنت لا تصلحين للمخطط الذي في رأسه